باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن إلى دهر الدهور كلها أمين. النهاردة الإنجيل هذا الصباح من إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 21، وفي مكافأة السيد المسيح لتلاميذه، والتلاميذ مش بس الاثنى عشر تلميذا أو 70 رسولا، ولكن كل المؤمنين باسمه كانوا يدعوا تلاميذ. واحنا كلنا مدعوين للتلمذة على السيد المسيح نفسه. ايه المكافأة دي يا رب اللي هتديها لأبنائك وتلاميذك؟ يلقون عليكم أيديهم، يطردونكم، يسلمونكم إلى مجامع، يعني محاكمات وسجون، تقدمون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي. دي المكافأة. المكافأة إن يلقون أيديهم عليكم وفي تحقيق وسجن وملوك وولاة. صحيح كل ده يقول إلى شهادة لأجل اسمي، إنما في ما بين إيماني أنا وإعلان هذه الشهادة في ألم موجود، والألم ده هو مكافأة ربنا لأولاده. والنهاردة عاوزين نعرف فلسفة الألم في المسيحية. حتى السيد المسيح برضو لما كلم التلمذة كلمها مباشرة بوضوح: من أراد أن يكون لي تلميذا فليحمل كل يوم صليبه ويتبعني. وكلمة صليبه ما كانتش كلمة حلوة يوم ما قالها السيد المسيح زي النهاردة. احنا الصليب في مجد، والصليب في محبة ربنا لينا، والصليب فداء، والصليب في موت وقيامة بعدي قيامة. انما يوم المسيح حل التلاميذ الكلام دوت قبل الصليب وقبل قيامة كان عار، كان شيء صعب جدا. فلما انتوا تيجوا معايا تلاميذ لازم يبقى فيه صليب. حتى المنافع بتاعت اي وظيفة المسيح ما وعدهمش بيها. قال لهم لا كيس ولا مزود، ما فيش فلوس هتاخدوها معايا في الخدمة، ما فيش مكان للإقامة، مبنى خدمات او فندق او قصر ملوكي، للثعالب او جرة، والطيور السماء او قار، ابن الانسان نفسه ليس له اين يسند رأسه. فكل ده كان واضح في بداية الخدمة. وهم قبلوا كده، وهم قالوا له: ها قد تركنا كل شيء وتبعناك. يعقوب ويوحنا كانوا غناي، كان عندهم مراكب وبيأجروا صيادين يشتغلوا معاهم، ومتى كان لا كان عشار، كان قاعد على مكان الجباية بيكسب فلوس كويس. فهم تجردوا من كل شيء لأن محبة المسيح أثرتهم. ولما كلمهم بعد هذا الترك ان في ألم، ما ترجعوش وسابوه، التصقوا بي ايضا: ها قد تركنا كل شيء وتابعناك. قالوا: ما تاخدوا 100 ضعف، تاخدوا 12 كرسي في الأبدية، هنا ما فيش حاجة. ليه ربنا اراد لينا كده؟ اول حاجة هو يعرف الضعف البشري، ويعرف ان الانسان بمجرد ما يبقى فيه راحة وفيه تنعم ينسى ربنا. فهو عاوز شيء بسيط يفكر الواحد بيه وهو في وسط هذا الالم، هيمد ايده ويسند الواحد، فسمح ان يكون فيه الام في هذه الحياة عشان نكون دائما في تواصل معه. يقول: ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني. طب ليه يا رب ما قلتش ادعوني في وقت الرخاء؟ عشان انا عارف ضعف طبيعتكم، ووقت الرخاء هتتنعموا وتبقوا يعني ناسيني، انما انا مستعد اني التفت زي ما اتقال في المزمور الى صلاة المضطر، مستعد الى ارذل دعاء. فيبقى في الم وفي ضيق
فأنت تطلبني فأنا أجي وانقذك فتشعر بالنعمة والبركة. ومن غير الألم بالإنسان بيضيع. بصوا في قصص العهد القديم، تسلط عليهم أعدائهم فصرخوا إلى الله فأرسل لهم منقذ أنقذهم، قعدوا شوية حلوين مع ربنا ورجعوا تاني للخطية، فربنا بعت لهم نزل لهم تاني فصرخوا لربنا. ما كانوش يقدروا يعيشوا حياة منتظمة طويلة بدون الضعف وبدون الألم وبدون تسلط الآخرين عليهم. ودي كانت محبة ربنا، إنه يسمح إن الأعداء يضايقوهم بس ربنا ينقذهم ويعاقب الأعداء، لأن الأعداء دول كانوا متجبرين. حزقيال نبوات كثير عن كل الحاجات اللي عملوها الأعداء في بني إسرائيل. تاني حاجة ودي الأهم، لأن كان المسيح جاي عشان يتحمل عقوبة الموت والخطية اللي احنا كنا نستحقها، فرفعها عننا، بس رفعها عن طريق ان هو يموت بدلنا ويتألم لأجل أحبائه. وهو عاوزنا نكون شبهه بالضبط في كل شيء. تخيلوا كده واحد يقول لابنه عاوزك تكبر وتبقى حلو زي كده وافرح بيك، يقول له بص يا بابا انا هبقى امين زيك عشان انت راجل امين، وهبقى ذاكر عشان انت راجل نجح في دراستك، بس انا مش بتاع النظام ولا نظافة، اسيب البيت متوسخ واسيب حاجتي متلخبطة. يقول له لا يا حبيبي كل حاجة تبقى شبهي. طيب عمو فلان دمه تقيل على قلبي، لما يجي يزورني هرد عليه وحش؟ تقول لا ابني ما يعملش كده، كل حاجة أنا بعملها لازم تعملها. فالمسيح اللي احتمل الألم من أجلنا عاوزنا إحنا نكون زيه بالضبط، نشبهه في كل شيء حتى في احتمال الألم. نسلك نحن في جدة الحياة كما سلك ذاك، ذاك اللي هو السيد المسيح، نسلك نحن أيضا كما سلك. وهو قال تعلموا مني، خليكم زي في كل شيء. طب يا رب أنت الإله المتجسد، يقول لنا بس اللاهوت كان لا يمنع الألم عن الناسوت، كان الضربات تنزل علي تقطع جلدي وتجعلني أنزف، كنت أتألم وتألمت في بيت أحبائي من كلام نفسه، فتحمل ألام تعييرات معيري وقعت عليه واحتملها بفرح لأجلنا، وتحمل الجوع في أصوامه وفي خدمته، وتحمل الجلد والصلب، وتحمل أنه يقف قدام مجامع، وعاوزنا إحنا نكون بهذه القوة. بس خلي بالكم في نقطة مهمة، تعالوا إن كنا بنتكلم على الألم لازم نتكلم على الخوف. الناس تخاف من إيه؟ تخاف من المدير القاسي، وتخاف من اللي يقطع عني الرزق والفلوس، وتخاف من اللي يقول لي كلمة صعبة ويحرجني، وتخاف اللي يقدمني التحقيق. كل الكلام دوت المسيح قال أنا أعطيتكم سلطان فوق الخوف. اللي يقبل انه يحتمل الالم هيقدر يقف قدام ملوك وولاء وكده وما يخافش. ده لما ابتدى بولس يتكلم عن الوداعة والبر والتقوى ارتعب منه الوالي، ارتعب. ده هو سجين واسير وهو بيتكلم على امور روحية، والأمور دي رعبت الوالي نفسه. والسيد المسيح اللي هو كان في نظر الناس بيحيى كإنسان بسيط، كانوا يشعروا إن كلامه كمان له سلطان، ما يقدروش يقاوموه، ما يقدروش يقفوا قدامه، كانوا يخافوا منه. ده لما جم يقبضوا عليه في البستان قال لهم من تريدين؟ قالوا له يسوع الناصري. قال لهم أنا هو. أول ما عرفوا أنه هو ده اللي يسوع اللي جايين يقبضوا عليه، جايين بعساكر من عند رؤساء الكهنة
وبسيوف وبعصي رجعوا لورا ووقعوا يترعبوا منه يخافوا منه. طب هو ما كانش ماسك سيف ولا عصايا، وفي جميع معجزاته المبهرة ما عملش معجزة فيها إيذاء لحد، وجه له كلمة صعبة، ولكن كان فيه سلطان وقوة. الحياة الأمينة الحلوة تخلي الإنسان فيه قوة كل إنسان يهابه ويخاف منه. عشان كده المسيح عاوزنا ما نخافش أبدا. أقصى حاجة العالم يخاف منها إيه؟ سجن. حتى لو سجنته أنا هكون في وسط السجن، أنا ممكن أدخل أحل الحديد، أنا ممكن أدخل أفتح الأبواب، أنا ممكن أدخل أطلع بطرس، أنا ممكن أحمي من أي شيء. طب بلاش السجن يا رب، نخاف من الأسود، وفي أكثر من الأسد مرعب من كل الحيوانات. حتى لو الأسود تخوفكم أنا أكون مع دانيال في جب الأسود. وياما قديسين كتار قوي رموهم استشهادهم ما كانش بقطع السيف ولا بالحرق، كانوا يرموهم الحيوانات تاكلهم، وكانوا يبقوا فرحين ومهللين. لا يقال عن القديسة بيربتوا وهم برموها للحيوانات عشان تاكلها، فجت بقرة تنطحها تمام بقرناها، فلما تعورت ما كانتش بتجري من البقرة تستخبى منها عشان ما تتعورش، كانت وقفت تشد هدومها عشان البقرة قطعت هدومها، وهي كإنسانة عفيفة ما تقدرش تقف عارية قدام حد. لآخر لحظة في حياتها العفة والقداسة هي قوة أكتر من الحيوان الهائج السائر اللي داخل عليها. ويحكي لنا تاريخ الكنيسة ان مجموعة من القديسين في ليلة استشهادهم، وعارفين ان بكرة هيرموا الحيوانات، فكل واحد قال كيف يتمنى ان يموت. واحد يقول انا اتمنى ان يهجم علي نمر، وانا اتمنى يهجم علي دب. ايه ده؟ اولاد ربنا ارتفعوا فوق الخوف، ما يخافوش من حاجة، حتى ولا من المرض ولا من فقر ولا من اي حاجة. وهو ده اللي عاوزه ولاد ربنا ليهم. لما نمشي مع ربنا وما نخافش نبقى اقوى من العالم. قديس اغسطينوس قال جلست على قمة العالم. امتى؟ قال لما ما كنتش عاوز حاجة، ولما ما كنتش خايف من حد. فبقى فيش حاجة، بقى العالم كله تحت رجلي. العالم تحت رجلي. يقال ان القديس انطونيوس، قديس انطونيوس ساعات الذاكره بتخون، راح روما وبعدين الامبراطور ماشي بحصان، فراح وقف قدامه وهو لابس عبايه، راح مسك اللي جنب بتاع الحصان قال له قف عندي لك كلمه. قال له مين انت؟ فلما كشف عن وشه ترجى الامبراطور عن الحصان ونزل ابتدى يكلمه، وكان بيكلمه من اجل الدفاع عن العقيده. ايه القوه ديت؟ تطلع في موكب وانت الامبراطور كرهك عشان بتدافع عن العقيده، وانت تعترض الامبراطور فيخاف منك وينزل عن كرسي. ده انا اصلي بعطيكم هبتي عليكم، اعطيكم فما وحكمه لا يستطيع جميع معاندوكم أن يقاوموا. من ضمن الحاجات إن المسيح اللي احتمل الألم من أجل البشرية عاوز يكون فينا احتمال الألم علشان نشوف كل ألم هذا العالم ونتحنن على أخوان. الإنسان اللي تألم وجرب الألم والحزن والإهانة والتعيير والضيق يبقى حنيل على الآخرين، بحنين على الآخرين جدا. وهو عاوزنا نكون شفقين على الآخرين. الواحد من غير ألم يبقى متجبر، إنما هو عاوز يكون لنا أحشاء رأفات مليانة شفقة، شفقين متسامحين. الإنسان المتألم هو اللي يقدر يسامح أخوه، والإنسان الغير متألم ينسى أنه يطبطب على أخوه ويهتم به. تمام؟ هو ده الألم العطية. يقول لنا الكتاب المقدس
يخلص كما لو بنار. النار دي بتقتل الشوائب في حياتنا. فلما يجي المسيح يقول يقدموكم لملوك وولاة وسجون، نقول له نشكرك يا رب. وفي ناس يجوا يطلبوا يقولوا ايه يا رب، مفيش ألم ليه في حياتي. كلنا عارفين قصة أبونا بشوي كامل لما استغرب ان عنده ناس مرضى في الشعب وهو ما عندوش مرض. ايه يا رب، هو انا مش محبوب زيهم؟ انت مش عاوزني احتمل المرض لاجل اسمك، لاجل اسمك؟ ولما جاله كانسر وابتدى يتعالج وابتدى شعر، تخيلوا بقى كاهن يعني مش شعر راسه ودقنه وشنبه وقع، وتسوني مراته ابتدت تقلم، فمره مسك لها كم شعرايه ابتدت تقع كده على شايف الشعرايه دي، وقعت باذنه، ودي وقعت باذنه، ودي وقعت باذنه. فوق الالم وفوق الاحزان وفي كل حاجه، استألم مجربا يستطيع او يقدر ان يعين المجربين. وده اللي ربنا عاوزه مننا، ان احنا نتالم فنتحنن على اخوتنا المتالمين، نترفق بيهم ونشفق عليهم. وده اللي في قصة المديون اللي كان بعشر تلاف وزنة وكان خايف من السجن، استغرب جدا سيده لما هو عفى عنه وهو ما عفاش عن أخوه. قال له كنت أنا عفيت عنك بهذا المقدار كله، إزاي أنت ما تعلمتش مني العفو والتسامح والغفران؟ وراح رماه في النار الأبدية ورماه يعذب. فنشكر الله إن هو أعطانا اسمه وأعطانا نتألم عن أجل اسمه أيا كان نوع الألم، أيا كان نوع الألم ده عطيه من ربنا، نشكر ربنا عليه. واللي ما اختبرش ألم في حياته مفروض يقول لربنا، هل أنا بهذا الضعف لم تعطيني ألم في حياتي لا تألمها من أجل اسمك بشكر؟ لازم يفكر كده ويطلب من ربنا أن يتمجد معه، يتألم معه ليتمجد معه. بس مش ألم بسبب خطية، مش أروح أسرق فتسجن أقول أنا مسجون من أجل اسم ربنا، لا تمام. نتألم من أجل اسمه واثقين أن في كل ضيقة هو موجود، هو يقدر يحول الضيقة إلى رحب، وأن هو يمد إيده وأنه بيشعر بأولاده في كل لحظة. له كل مجد إلى الأبد، آمين.